يعني يا تزوجت يا انكسرت رجلها. تعرفك رفيقي وصديقي محي وصابون وصف وذو شأن عالي وبيعرف يعمل كل شيء ولما الطبخ بيطبخه بتاكل اصابيعك وراسك. خليل خليل انتوا معك كربقس اليوم يا جماعه؟ يعني الصبح كنا شتي قوم شوي خليل وبعد خطوتين ربيع او صيف غني بالطقس. فعلا غني يا مصحو شوف شوف مغاير اللي بدي اياه. لا معقول ولا معقول هالشيء ابدا. بس بصدقني الموضوع مختلف. يعني الصيف صيف والشتاء شتاء. تمام احسن ما في اصعب منا انه يكون الانسان وحيد بليالي الشتاء البريده القارصه للبروده. انا قبل ما اتزوج كنت اقرا انه الشتاء تجي بالشتاء